السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. استيقظت الساحة الفنية الجزائرية في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجعة أليمة بعد العثور على ممثلة جزائرية معروفة وهي جثة هامدة، وهذه هي التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير. عثرت مصالح الحماية المدنية في الساعة الأخيرة على ممثلة جزائرية وهي جثة هامدة داخل منزلها في حي بن قدور بولاية وهران. وقالت مصادر إعلامية محلية أن الممثلة والبالغة 63 سنة عثر عليها جثة هامدة رفقة ابنتها البالغة 35 سنة. وحسب ذات المصادر فإن سبب وفاتهم هو تسرب الغاز من سخان الماء، ويتعلق الأمر بالممثلة والفنانة القديرة فاطمة سايحي والملقبة بنادية. إنا لله وإنا إليه راجعون.